شايفين الجريمة دي؟ جريمة دي جريمة. شايفين الجبنة هنا لما ساحت، الجبنة الشيدر لما ساحت عاملة ازاي؟ نفتح كده بقى. وايه عايزة اقولكوا، الريحة خرافية. واو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير ومتابعيني الكرام، متابعي قناة يومية دودو. تعالوا النهاردة من مطبخي نعمل أكلة جميلة جدا تنفع في العزومات. طبق جميل، يعني زي ما بيقولوا كده، إيه، يشرفك قدام ضيوفك. أنا النهاردة إن شاء الله هعمل رول الديك الرومي المفروم. هحشيه، انا كنت حشيته قبل كده باللحمه المفرومه، النهارده ان شاء الله هحشيه بمجموعه من الجبن والخضروات. تعالوا كده مع بعض نشوف الاول المكونات. في عندي هنا قطع من عايز اقول لكم، اي دجاج او اي لحوم بيضه عندكم، ممكن تفتكروا انا كنت جايبه صدر رومي على بعضه، وكنت قلت لكم هعمل منه 3 اطباق او 3 اصناف. يعني هي قطعه كده لقيت ان هي ما ينفعش غير ان هي تتفرم في الحقيقه، فقلت اعمل بيها الوصفة دي. الكمية اللي موجودة دي حوالي يعني ممكن تبقى 450 جرام. يعني في عندي هنا مجموعة التوابل، ملح وفلفل وبابريكا وروزماري وبهار فراخ، وفي عندي هنا بصلاية و5 فصوص من الثوم، في عندي كمان ليمونة معصورة، وفي عندي معلقة كبيرة من الشوفان. لو ما عندك الشوفان ممكن تحطي بقسماط مطحون. وهنا الحشوة، عندي الجبن اللي بتحبيها، انا هحشي بيه موتزاريلا وتشيدر، وفي عندي مجموعة من الخضروات مقطعاها كده جوليان شرايح رفيعة كده، عندي جزر، عندي فلفل اخضر، عندي فاصوليا كمان هحطها كده بطولها زي ما هي. طيب انا اول حاجة هعملها ان انا هفرم الاول في الكبة، هفرم البصل مع الثوم اول حاجة. بسم الله، افرم الاول لوحدهم، وبعد كده اضيف الفراخ مع مجموعة التوابل وعصير الليمون. انا فرمت هنا البصل مع الثوم، هبدأ اضيف قطع الرومي. زي ما قلت لكم ممكن اي قطع دجاج متوفرة عندك ممكن تحطيها. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي بقى هفرمها مع عصير الليمونة. بسم الله، في كمان معايا مجموعة التوابل دي، التوابل اللي بتحبيها. بسم الله، وهحط كمان معلقة الشوفان دي. بسم الله، دي اللي هتخلي قطع الفراخ او الريل يبقى متماسك معايا. زي ما قلتلك لو ما عندك الشوفان ممكن تحطي بقسماط برضو، بيخلي اللحمة متماسك معاكي. بس هخلط بقى الكلام ده كله تاني كده في الكبة بس عشان ما زيهوش، ونشوف بعد ما افرم هيبقى الشكل عامل ازاي. ان شاء الله شايفين اهو بعد الفرم بقت الفراخ عندي اتفرمت، بقت متجانسة تماما اهي، جميلة جدا ان شاء الله. هبدأ دلوقتي افرغها ونشوف بقى هسويها ازاي. بس عايزه اقول لكم الريحه ما شاء الله ذكيه جدا، عشان هي مغسوله كويس اساسا، فما فيش عندي لا زفره ولا اي حاجه. كمان مع الليمون والتوابل اللي حطيتها الريحه جميله جدا ما شاء الله. طيب انا هنا جبت 3 طبقات هلف فيهم. اول طبقه عندي اللي هي طبقه الفويل دي او ورق الالومنيوم، وتاني طبقه عندي اللي هي الاستريتش، مش باينه اهي دي علشان خاطر تدخل معايا الفرن عادي مفيش مشكله. والطبقة دي عبارة عن كيس تلاجة جبته وفتحته بالشكل ده، ده اللي هيساعدني ان انا الف الفراخ بتاعتي. هحط كده ما شاء الله الكمية بتاعت الفراخ او صدور الرومي، احاول بقى ان انا اسويها كده بايدي بحيث ان انا افردها على الفرخ بتاع كيس التلاجة ده. هفردها كده تماما زي ما تاخد بقى السمك معايا، هي اصلا كده كده هتتلف، مهم ان هي تاخد الشكل المستطيل بتاع الكيس. تمام، انا هنا فردتها وضغطت عليها كويس جدا علشان تبقى الجزيئات بتاعتها كلها متماسكه.
هاجي بقى اضيف مجموعة الخضروات. عايز اقول لكم بقى الحشوة دي يعني ايه، حسب الرغبة، الحاجات الخضروات اللي انتوا تحبوها او بتفضلوها بشكل طولي، تتأكدوا ان هي يعني ايه في كل او بطول الرول نفسه عشان ما يبقاش في حتة فيها وحتة ما فيهاش. هحط برضو شرايح الجبن، هحط الجبنة الموتزاريلا الاول بنفس الطريقة برضو، اوزعها على الرول كله، واحط كمان الشرايح بتاعت الجبنة بقى الجميلة اللي عندي دي، جبنة شيدر. حابة تحطي اي نوع تاني من الجبن انتي بتحبيه تحطيه. من هنا حطيت الحشوة بتاعتي كلها، ممكن كمان ارش شوية من الفلفل الاسمر على مجموعة الخضار دي، مش هحط بقى ملح لان الجبن اساسا هي متملحة، حطي فلفل اسمر بس كده. وابدأ بقى الف الاول الجزء او الكيس بتاع التلاجة برفقة جدا. طبعا هستخدم ايديا الاتنين بس انا عشان خاطر بصور، هلف وهضغط وبعد كده اسحب الكيس، يعني الف كده اهو، بصوا اهو، اتأكدت ان هي اتلفت معايا، اروح اشيل الكيس كده وابدأ الف الجزء التاني وهكذا اهو كده، وافتح الكيس تاني عشان ما الفش الكيس معايا، لان الكيس دوت ما ينفعش ان هو يتعرض للحرارة هيسيح وهيبقى مش كويس. هلفه بنفس الطريقة دي، بس هو الكيس هنا وسيلة ان هو يساعدني ان انا الف الرول بالحشوة اللي جواه. بصوا انا وصلت لحد فين في اللف، عايزه اقول لكم ان انا مع اللف بضغط على اساس تبقى الاجزاء كلها متماسكه معايا. واجي اسحب كده، الف كده الاول بالكيس واضغط، وانا بلف بضغط، وانا بلف بضغط، وبعد كده وبعد كده اسحب الكيس معايا برفق. يبقى انا كده حصلت على الرول بتاعي بنفس الطريقة تاني، الف تاني، الف واضغط، وانا بلف وبضغط، واساوي من هنا من الاطراف بحيث مفيش حاجة، يبقى الاسطوانة كلها بطول واحد، مبقاش في حاجة طالعة برا الكيس. بس خلاص الكيس ده ادى مهمته، مش عايزاه خلاص حرميه. وهاجي بقى بعد كده الرول زي ما انتوا شايفين اهو، اجزائه بالحشوة بتاعته متماسك بطول واحد من كل ناحية، شايفين. هاجي بقى كده يتبقى معايا طبقتين، الطبقة بتاعت اللي هو الرول الاسترتش ده هلفه الاول فيه كويس، وبعد كده الفه كمان في الورقة بتاعت الفويل برضو، وانا بلفه طبعا هربطه من هنا ومن هنا، وانا بلفه برضو بضغط عليه جامد علشان يبقى متماسك. وبهذا الشكل الرول بتاعي بعد ما لفيته بعزمه كده من هنا ومن الناحية التانية بنفس الطريقة كده، اتأكد ان هو اتقفل كويس. هسويه بنفس الطريقة اللي سويت بيها الصدر اللي هو الرومي اللي كان على بعضه اللي انا حشيته باللحمة المفرومة، برضو في نص كوباية من المية حطه في البايركس وادخله الفرن مدة ساعة، نص ساعة اقلبه فيها مرتين بس او مرة واحدة، يعتبر نص ساعة على الوش او الجنب دوت، وبعد كده بعد نص ساعة ما تعدي هقلبه كده وكمان نص ساعة على الوجه ده، يبقى هو كده استوى معايا. هحطها هنا كده في البايركس وازودها بالمية، يعني املى بس نص البايركس بالمية مش حاملاه كله، وادخلها الفرن على نار متوسطة مدة ساعة. ده رول الرومي المفروم بالمحشي بالخضار والجبن بعد ما استوى. عايزين برضو نفتحه مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه.
بصوا انا قطعتها برضو شرايح كده بنفس الطريقة، بس عايزة اوريكم من جوه الحشوة من جوه. فاكرين حشوة الخضار والجبن؟ بصوا 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 بصوا، الجزر والفاصوليا عاملة ازاي، والفلفل، الفلفل الاخضر تحفة يا جماعة، الريحة تحفة. بصوا بصوا ان شاء الله، شايفين الجمال؟ حاجة يعني كده ايه، خيال وهم. آه برضو هحط، هي كده طعمها رائع، مش عايزة حاجة، بس ممكن برضو اضيف لها صوص الديميجلاس مع الرول التاني اللي كنت حاشياه ونقدمه برضو ونجمله بيه البقدونس المفروم. اتمنى يكون دواء النهاردة عجبكم، القاكم ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.